عانيت كتير قوي من نقد الصحافة لأغانيك. دي حقيقة. لدرجة إنك اتكرمت مرة في مدرسة فانتقدوا المدرسة اللي كرمتك. اتكرمت في جامعة عين شمس فانتقدوا التكريم. جايبين بتاع العو وسفهوا من من فنك. دي حقيقة، دي حقيقة. وقالوا انه بتاع العو بيتكرم في جامعة عين شمس. لا، اللي هو انا كان في ساعات، يعني في ساعات برامج مهمة يستضيفوني، و بس طبعا بسكوتش بصراحة، يعني عشان ابقى واضح، يعني بسكوتش خالص. لا، ما انا عارف. بسكوتش خالص. طب انتوا جايبيني ليه؟ انتوا دلوقتي عاملين حلقه في مناسبه معينه عشان تبسطوا، وشايفين ان انا الناس بتحبني وبتحب اغاني، ما تجيبنيش بقى تضايقيني عشان هضايقك. فكان في برنامج او برنامجين عملوا كده، بس بعد كده حرموا. يعني انا ضايقوك ازاي؟ اللي هو الكلمات دي مش عارف ايه. طب انت جايباني ليه؟ او انت جايبني ليه لما الكلمات مش عاجباك؟ انت دلوقتي كلمتني يا استاذ ونفسنا تبقى موجود معانا في حلقه والناس بتحبك وبتاع، وبعد ما اجي الاقي، طب قول لي انا جايبك هقطع فيك، انا خدامك. غمازات وعو كانوا هات. طبعا طبعا كانت اغاني هات. طبعا انا اتمنى يكون عندي اغاني زيها تاني. طب ازاي حد اتعرض للنقد والاضطهاد اللي انت تعرضت له واللي اغانيك اتعرضت له، انت بعد كده انتقدت اغاني المهرجانات وقلت انه في فرق ما بين الفن الشعبي او الغنى الشعبي والغنى البلدي؟ لا، هو ده ما كانش طريقتي في النقد. يعني اول حاجه، انا لما حد بيسالني عن المهرجانات او غير المهرجانات او الراب او التراب او حاجه، انت قلت كمان انها مش غنى وان فيها شيء من العدوانيه. لا لا، هي مش، انا كنت انتقدت الكلمات بتاعتها، يعني ما انتقدتش ده الراب. لا، كلهم مهرجانات والراب والتراب. انتقدت الكلام بس ما انتقدتهمش كموسيقى، يعني كموسيقى مصنوعه. لو هي مش ذوقي ما اسمعهاش وخلاص، لكن ما انتقدتش وجودها ولا انادي بمنع وجودها ولا الكلام ده. انا عكس كده تماما. انت فرحت بقرار النقابه ان هم ما يغنوش بفلاشه وان هم يغنوا بالظبط، عشان كمان زمايلنا الموسيقيين يشتغلوا، يعني والدنيا تبقى ماشيه شكلها، يعني يبقى شكلها مظبوط، يبقى شكلها منضبط كده يعني. لكن انا لما انتقدت في احد البرامج، يعني انتقدت الكلمات اللي فيها عدوانيه، انا اعورك، انا اعمل، انا حمله، انا مش عارف ايه. حسيت ان هي يعني حد خارج من الحبس وبيكتب اغنيه. انت قلت لما بيعرفش يغني يشوف له شغلانه شريفه. بالظبط. تقصد مين؟ اي حد ما بيعرفش يغني، يعني اي حد ما بيعرفش يغني. قصدك اي حد بيقول الكلمات دي؟ لا، اي حد صوته مش كويس، يعني ما يعني يمتهن مهنه اخرى. يعني انا ما بحبش اسمع ناس صوتها مش حلو، بحب اسمع ناس صوتها حلو. هو اسمه غنى. لما تنتقد اغاني زي دي، زي اللي اتكلمت عنها، ما بتديش موافقه ضمنيه كده انه حد برضو ينتقد كلمات اغانيك زي ما حصل لك بالفعل؟ لا، انا ما عنديش مانع، بس انا اغنيه لا تحض على العدوانيه ولا تثير الغرائز. لكن انا بتكلم، يعني لقيتها بتاثر، يعني بتاثر وجدانيا في النشء اللي طالع، العيال كلها بتتكلم وعامله كده. انت مع المنع لما يبقى فيه لا فن انت مش مستصيغ؟ لا، انا مش مع المنع اي حاجه خالص، بس انا مع تصحيح المسار، مع النصح والارشاد، لكن مش منع. اي حد يعمل اي حاجه، انا بالذات في الفن يعني ما منعوش، اي حد حر. وبعدين حتى الاغاني اللي بنتقدها دي ما هناك حلوها جمهور، انا ما اقدرش اصادر على الجمهور. العدوانيه دي موجوده في الواقع ولا موجوده في الاغاني والاغاني بتجيبها للواقع؟ يعني بغض النظر هي مين جايبها على مين، بس انا دلوقتي انا مسؤول، يعني انا كفنان انا مسؤول عما اقدمه. هو فن بيعكس واقع يا دياب. ما انا فاهم ان هو بيعكس واقع، بس مش يعني ما هو الواقع ده احنا كلنا بنسمعه بمختلف فئاتنا، يعني احنا مش كلنا حبسجيه برضو يعني. طب ما انت في ناس بتسمي كلام اغانيك هلس. ماشي، تمام، انا موافق ان هم يسموه كده، وبيقولوا ان احنا مش عايزين ولادنا يسمعوا هلس. تمام، انا ومش موافق. عايزين الفن المصري يتحسب عليه كلام هلس. بس هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. انا دلوقتي الاغنيتين الاشهر في حياتي المهنيه ايه؟ غمازات والعو. هاتي لي كلمه عيب في غمازات، كلمه فيها اي اثاره يعني حسيه او جنسيه. يا واد يا سوسو مثلا فيها ايه؟ دي كلام دراما. هاروني بوس ويا واد يا سوسو. طب ده لا، لا، خلينا في هاروني بوس عشان دي اللي كلمتها صدمه. ماشي، وتمام وجد وتمام جدا وعادي، الماضي كان دروس، انا اكتر ناس اذوني هم اللي هاروني بوس. قولي لي حاجه عيب فيها. ده كلام دراما. انا واحد شخصيا مر عليا الموقف ده، ان ناس كنت كويس معاهم جدا وحبيبنا وبتاع، اكتر ناس طعنوني، فهي اي كلام دراما. انا ما وافقش ان انا اغني. هم كلامهم مش كده؟
لا ابقى بقول لك ناس بيتكلموا مش شبه الدراما بتاعت واقعهم. لا ده اللي اقصده، هو واقعهم واحنا من سنغافوره، ما احنا من واقعهم. لا بس برضو واقع عن واقع بيختلف. لا 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 لا، ما انا من امبابه على امبابه على ايامك غير امبابه دلوقتي بغض النظر. لا بس حتى امبابه دلوقتي مش المفروض ان انا امبابه دلوقتي دول بيسمعوا عمرو دياب وبيسمعوا حسين الجسمي وبيسمعوا كل حاجه، رامي صبري وبيسمعوا تامر عاشور وبيسمعوا على فكره كلنا الناس دي بنسمع كل حاجه. الناس دي اللي بتصنع نجوميه احد، السواد الاعظم، طبعًا. المناطق الشعبيه طبعًا. هي اللي هو ليه الفنانين اللي بيعملوا دراما شعبيه بيغذوا الناس دي؟ عشان الناس دي هم الوقود اللي بيخلي الناس تعلى ويخلي الناس تتنجم ويخلي الناس تبقى يعني تتقدم الصفوف. فالناس دول اكرمهم بان انا اصدر لهم حاجه كويسه. مش شايف ده في وصايه؟ لا خالص، اعوذ بالله. وانا بقول لك نمنعهم؟ انا قلت لك انا ضد المنع وضد الوصايه وضد كل الحاجات دي تماما، كل حد حر. ما انا قصدي انت حبيت طعم النصح عشان تنصح؟ لا مش 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 حبيت طعم يعني النصح ولا حاجه. يعني لما كنت بتتنصح؟ لا انا مفيش حد نصحني، يعني كان في نقد بس محدش نصحني. يعني اول محدش كلمني بالراحه. اول حاجه انا ما اقدمه ما كانش صنيعتي، كان صانع عظيم كبير اسمه الاستاذ نصر محروس. فالراجل ده عمره ما صدر فن رديء. الراجل ده صانع نجوم اهم مني بكتير حقيقي، فعمره ما صدر فن رهيب صانع نجوم رديء كتير. فهو مسؤول، انا مشارك اصلا في العمل ده بصوتي فقط. يعني مسؤوليتي فيه كانت صوتي فقط ان انا اغنيه كويس.